باشمهندسين ان شاء الله هناخد دلوقتي البريزد والان بريزد كولم، اللي هو تصنيف العمدان من حيث البريزد والان بريزد. يبقى بريزد اند ان بريزد كولم. تمام، بيقول لك ايه هو البريزد وهي الان بريزد. بيقول لك اول حاجه البريزد كولم هي اعمده، بريزد كولم هي اعمده مقيده ضد الاحمال الجانبيه. طب الانبريز العكس بقى، يبقى الانبريز هي الاعمده الغير مقيده ضد الاحمال الجانبيه اللي هي احمال الرياح والزلازل. تمام، طب بيقول لك ان الاعمده عموما ما بتشيلش يعني لا تتحمل اي احمال افقيه او اي قوه افقيه. الأعمدة لا تتحمل أي قوة أفقية، العمود آخره أحمال رأسية، أو لو الحمل الرأس دوت كان مزحزح شوية عامل إكسنتريستي ففي مومنت، بس أي عمود في الدنيا ما بيشيلش أي قوة أفقية. تمام؟ طب ما زي ما في أعمدة بريزد وأمبريزد، في برضو مباني بريزد وأمبريزد. تمام، بقولك إن المبنى يعتبر مقيد ضد الاحمال الجانبيه اذا كان مزود كده. العمود ما بيشيلش في الاحمال الجانبيه، يعني لما يجي يقولك في المساله شوف له هو بريز والامبريز، ما بتكلمش خالص على اعمده، انا بتكلم على حاجات تانية. ايه هي الحاجات التانية بقى؟ بيقولك ان المبنى يعتبر مقيد اذا كان في المبنى في حاجه اسمها شير وول او حاجه اسمها كور. طب شير وول اهو شكله عامل كده، طب الكور ادي شكل الكور اهوت يا باشمهندسين، اللي هي اللي بتبقى في الاسانسير او السلم. لما يكون عندك برج كده 12 دور في اسانسير او في سلم هتلاقي هنا الاسانسير وليكن. طب لو سلم واسانسير شكله عامل كده، يبقى هتلاقي هنا السلم وهنا الاسانسير. تمام كده؟ تمام. طب المبنى بتاعك يعتبر غير مقيد ضد الاحمال الجانبيه لو كان برضه مزود بعناصر تدعيم، بس العناصر ديت لا تحقق اشتراطات الكود. طب لو العناصر ديت حققت اشتراطات الكود يبقى المبنى بتاعك ايه؟ بريز. يبقى لو العناصر حققت اشتراطات الكود يبقى المبنى بتاعك بريز. طب لو العناصر دي ما حققتش اشتراطات الكود يبقى المبنى بتاعك ايه؟ امبريز. تمام. طب ده لو المبنى اصلا فيه الحاجات ديت وما حققتش بامبريز. طب برضو المبنى يعتبر امبريز لو ما كانش فيه اصلا الحاجات ديت، ما كانش فيه العناصر ديت، ما كانش فيها شير وول ولا كور ولا شافت ولا اي حاجه. تمام كده؟ لو كان فيه اعمده فقط يبقى المبنى بتاعك امبريز، لان الاعمده لا تقاوم الاحمال الافقيه، هو اخره بيشيل احمال راسيه بس يا باشمهندسين. تمام. طب يبقى لو المبنى بتاعك في الحاجات دي لو حققت اشتراطات الكود يبقى المبنى بريز، لو ما حققتش اشتراطات الكود يبقى المبنى بتاعك ايه؟ ان بريز. طب ايه هي اشتراطات الكود؟ اشتراطات الكود هي عباره عن معادله. ايه هي المعادله؟ الفا بتساوي الاتش نود في الجذر التربيعي ان على سمشن الاي في الاي. الالفا ده معامل انت بتشوف المبنى بتاعك بريز ولا ان بريز. يبقى الالفا دوت معامل بيشوف هو المبنى بتاعك مقيد ولا غير مقيد. تمام. طب الاتش نود هو ارتفاع المبنى من الاساسات، يبقى الاتش نود هو ارتفاع المبنى كله من الاساسات. تمام. طب الان ديت هي الاحمال المنشأ، احمال المنشأ كلها. طب الاي المودلس اوف الاستيستي معايير النعومه اللي هي قيمته ب 4400 جذر الاف سي يو. طب الاي اللي هي الانيرشيا اللي هي الجثاقه بتاعتك اللي هي انت كنت بتجيبها الموازي في العمودي تكعيب على ال 12. تمام كده؟ تمام. طب بيقول لك انت هتجيب المعادله دي من المساله. تمام. هتعرف برضو وقتين ان المبنى بتاعك دوت بريز ولا امبريز. بيقول لك على حسب، لو الالفا بتاعتك ديت كانت اقل من 6 من 10 يبقى المبنى بتاعك بريست. طب لو اكبر من 6 من 10 يبقى المبنى بتاعك ده امبريست. تمام.
بس 6 من 10 ديت بقارن بها وقتين، لو الان بتاعتك كانت اكبر من 4، ان اللي هي عدد الادوار، لو عدد ادوار المنشأ اكبر من 4 دي يبقى بتقارن بستة من عشرة لو عدد الادوار اكبر من 4. طب لو عدد الادوار اقل من 4 بتقارن بايه؟ بقارن بمعادلة قيمتها 2 من 10 زائد 1 من 10 الان، الان اللي هو عدد الادوار. لو كانت اقل من 2 من 10 زائد 1 من 10 الان يبقى بريزد. طب لو اكبر من 2 من 10 زائد 1 من 10 الان يبقى ان بريز. طب ديت بقارن وقتي بالقيمه ديت في حاله عدد الادوار اقل من 4، بس دايما عدد الادوار بتطلع اكبر من 4 في المساله، يبقى بقارن دايما بكام؟ ب 6 من 10. لو اقل من 6 من 10 يبقى المنشا بتاعك بريز، لو اكبر من 6 من 10 يبقى المنشا بتاعك ايه؟ ان بريز. تمام كده؟ تمام. طب في حاجه تانية، ايه الحاجه التانية؟ ان انت المنشا بتاعك بيبقى شكله كده وليكن. طب ما ده اتجاه اكس وده اتجاه واي، يبقى انت بتحسب بريزد ولا ان بريزد للايه؟ للاتجاهين. يبقى انت بتحسب مره في اتجاه الاكس، ما هو ينفع منشا في الاتجاه ده يطلع بريزد وفي الاتجاه التاني يبقى ان بريزد، او العكس ده يبقى ان بريزد وده بريزد، او الاتنين ان بريزد او الاتنين بريزد. تمام كده؟ تمام. طب يبقى انت بتجيب ايه؟ بتحسب مرتين للاتجاهين، يبقى انا هجيب مره الفا اكس ومرة ألفا واي. اللي ألفا إكس قانونها إيه؟ ما هو نفس القانون اللي هو الإتش نوت في جذب الإن على سميشن الإي في الآي. طب الألفا واي الإتش في جذب الإن على سميشن الإي في الآي. بس هنا الآي، الآي هنا بقى اللي هو مجموع الجساءات اللي هي الإنيرشيا بتاعتك. هنا أنت بتجيب في اتجاه الإكس، فالآي هنا بيقول لك أي واي. اللي بيقاوم هي الشير وول او الحوائط الموجوده في الاتجاه الثاني. طب الالفا واي هي الاتش في جذر الان على سميشن الاي في الاي. هنا الاي ايه بقى؟ اي اكس. العكس يا باشمهندس، هنا لو بتجيب الفا واي يبقى اي اكس، لو بتجيب الفا اكس او اي واي، او لو بتدرس اتجاه اكس يبقى اي واي، لو بتدرس اتجاه واي يبقى اي اكس. تمام كده؟ في اي مشكله في الكلام دوت؟ تمام. طب تيجي نشوف المساله. طب قبل ما نشوف المساله، في حاجة الفرق ما بين العمود والشير وول، ما هو الاتنين نفس الشكل، ادي العمود وادي الشير وول. اعرف وقتين العمود دوت عمود ودوت شير وول، ادي العمود بي في التي وادي الشير وول البي في التي. بيقول لك لو التي اكبر من او تساوي 5 لبي فساعتها العنصر ده شير وول. طب لو التي اقل من 5 لبي يبقى العنصر ده ساعتها هيبقى ايه يا باشمهندسين؟ هيبقى عمود. تمام كده؟ دي حاجه يعني عمود. طب تيجي نشوف المساله بتاعتك. ادي المساله اهي، مديك مساله زي ما انت شايف، ادي منشا اهوت، ادي عمود عمود وعمود وعمود وعمود، وادي شير وول شير وول شير وول شير وول شير وول. تمام. مديك ايه بقى؟ مديك عدد الادوار 7 ادوار. السي واحد هو العمود الاولاني اللي هو العمود ده، بيقول لك ان السي واحد بيساوي 150 كيلو نيوتن على الفلور. بمعنى ايه؟ هو هنا مديك الاحمال العمدان بالنسبه للدور، بيقول لك ان العمود الاولاني دوت بيشيل من الدور 150 كيلو نيوتن. العمود الثاني فين العمود الثاني؟ ادي العمود الثاني اهوت، الكلى من 2 بيشيل من الدور 320 كيلو نيوتن. طب الدبليو واحد الحيطه الاولانيه ديت بتشيل من الدور 420. طب الدبليو اتنين اللي هي ديت بتشيل من الدور 350. طب الدبليو تلاته بتشيل من الدور 200 كيلو نيوتن للدور الواحد، يعني هي بتشيل من الدور الواحد او الحمل اللي جاي لها للدور الواحد بس 200. الاف سي ب 25 والاتش نود ارتفاع الدور من الاساسات 22 متر. حل المساله. تمام كده؟ يبقى اول حاجه معايا في حل المساله بعوض في المعادله بتاعتي. فين المعادله؟ المعادله اللي هي بتقول ان الالفا اكتبها بتساوي الاتش نوت في الجذر الان على سميشن الاي في الاي. عايز اجيب كل حاجه. الاتش نوت هو ارتفاع الدور. طب ما الاتش نوت مدهولك في المساله بكام؟ زي ما انت شايف ب 22، يبقى الاتش نوت بتساوي 22 متر. تمام. طب عايز اجيب الاحمال الرأسية اللي هي الان، عايز اجيب الان. طب ما هي الان عباره عن مجموع الاحمال الرأسية كلها اللي على المنشا. طب ما المنشا ده فيه ايه؟ في الحاجات دي كلها للدور الواحد. تمام كده؟
تمام. طب ما انت مديك الاحمال بالنسبه للدور الواحد، طب ما انا لو جمعت الحاجات دي كلها للدور وضربتها في عدد الادوار يبقى انا جبت ايه؟ احمال المنشا كله، صح كده ولا لا؟ يبقى انا اشوف الدور الواحد ايه الحمل بتاع الدور الواحد واضربه في عدد الادوار يبقى انا جبت احمال المنشا كلها. تمام. طب الدور الواحد في ايه؟ ادي عمود كولم واحد كولم واحد كولم واحد، تمام، في 3 كولم واحد يبقى 3، في الكولم واحد كام؟ 150، زائد فين كولم اتنين؟ ادي كولم اتنين وكولم اتنين، يعني 2 كولم اتنين، في حمل الكولم اتنين بكام؟ 320، زائد خلصنا من الأعمدة، نيجي على الحوائط، فين الحيطة الأولانية؟ ده بي واحد، آدي ده بي واحد، وآدي ده بي واحد، حطين ده بي واحد، حطين. طب ده بي واحد بتشيل كام؟ 420، زائد ده بي اتنين، ده بي اتنين هي واحدة بس. طب بتشيل كام ده بي اتنين؟ 350، زائد ده بي تلاتة كام واحدة؟ ده بي تلاتة، اتنين ده بي تلاتة. طب بتشيل ده بي تلاتة كام؟ بتشيل 200 أهي. كده انت جبت حمل الدور الواحد، اضرب ده كله في عدد الادوار بكام عدد الادوار؟ 7، يبقى في 7، يبقى انت جبت الادوار كلها او الحمل المنشأ كله، طلع لك ب 18760 كيلو نيوتن. كده انت خلصت من ان، يبقى خلصت من الان والاتش نود، عايز اجيب الاي والاي. طب ما تخلينا في الاي، ما الاي كده كده سهل، الاي قانونها بكام؟ ب 4400 جذر الاف سي يو، يبقى 4400 في جذر 25، هتطلع لك القيمة ديت ب 22000 نيوتن على الملي متر سكوير. أنا هشتغل بالكيلو نيوتن ملي، يعني هتطلع لك ب 2.2 من 10 في 10 أس 7 كيلو نيوتن ملي متر سكوير. كده جبت الإي، عايز أجيب بقى كده جبت كل حاجة في المعادلة، فاضل لك هنا الإيه؟ الأي، عايز أجيب الأي. طب هو معد اللي في الاي بتقول ايه؟ الموازي في العمود تكعيب على ال 12، يبقى انت هتمسك حيطه حيطه واجيب لها الاي اكس والاي واي، تيجي للحيطه دبليو واحد وليكن، عايز اجيب لها الاي اكس والاي واي، طب ما دوت اتجاه الاكس وده اتجاه الواي، يبقى الاكس عايز اجيب الاي اكس يبقى الموازي للاكس في العمود تكعيب على ال 12، عايز اجيب الواي يبقى الاي، عايز اجيب الاي واي يبقى الموازي للواي في العمود تكعيب على ال 12. طب انا عايز اجيب دلوقتي للدبليو واحد، الدبليو واحد اهي، عايز اجيب لها الاي اكس والاي واي، طب ادي الاي اكس وادي الاي واي، الدبليو واحد الاي البعد دوت 25 والبعد ده 3، يبقى الاي اكس الموازي 25/100 في العمودي 3 تكعيب على ال 12، يبقى الاي اكس عباره عن 25/100 في 3 تكعيب على ال 12. طب الاي واي ادي اتجاه الواي، يبقى الموازي للواي اللي هو الايه؟ ال 3 في العمود اللي هو 25/100 تكعيب على ال 12، هتطلع لك القيمه ديت 0.56 والقيمه ديت 3.9 في 10 اس سالب 3، ادي دبليو 1. طب نيجي دبليو 2، فين دبليو 2؟ ادي دبليو 2 اهي، عايز اجيب لها ادي دبليو 2، عايز اجيب لها الاي اكس والاي واي، ادي اتجاه الاكس وادي اتجاه الواي، الموازي للاكس اللي هو 3 في العمودي تكعيب اللي هو 25/100 تكعيب على ال 12، يبقى الاي اكس اهي، خلينا جنب بعض، ادي الاي اكس هتساوي الموازي 3 في العمودي تكعيب 25/100 تكعيب على ال 12، طب الاي واي الموازي للواي اللي هي 25/100 في العمودي 3 تكعيب على ال 12، تمام كده؟ تمام. تمام كده؟ معلش يا باشمهندسين، الدبليو 2 ديت البعد ده 2.1 مش 3، تمام كده؟ مش هتفرق كتير قوي، دي 2.1، يبقى 2.1 يبقى 2.1 في 25/100 تكعيب على 12، وهنا 25/100 في 2.1 تكعيب على ال 12، طلعت لك القيمه ديت ب 2.7 في 10 اس سالب 3، طب القيمه دي طلعت ب 19/100. نيجي بقى لاخر حاجه معانا هي الدبليو 3، الحيطه الثالثه، فين الحيطه الثالثه؟ ادي الحيطه الثالثه اهي، ادي اتجاه اكس
وادي اتجاه واي. اتجاه اكس هو الموازي في العمود الكامل 12، طب الموازي بكام؟ بتلاتة. طب العمودي 3/10، يبقى الاي اكس بتساوي الموازي 3، يبقى 3 اهي خليها كده اهي عشان تشوفوها. يبقى الاي اكس هتساوي 3 الموازي في العمودي تكعيب 3/10 تكعيب على ال 12. طب الاي واي هتساوي الموازي اللي هو هنا بقى بكام؟ 3/10 في 3 تكعيب على ال 12. هتطلع لك قيمة الاي اكس والاي واي اهي. ادي قيمة الاي اكس طلعت ب 6.75 في 10 سالب 3. طب الاي واي طلعت ب 0.675. تمام كده؟ تمام كده تعتبر المسألة خلاص خلصت. هبدأ اعوض في الايه؟ في الالفا واي والالفا اكس. طب قانون الالفا واي هو قانون ايه؟ اتش نوت في الجذر التربيع للان على سميشن الاي في الاو. تمام. طب الاتش نوت كانت بكام؟ ب 22 متر في الجذر التربيعي. طب الان كانت بكام؟ ب 18760 في. طب ما هي الاي، ما هي في دبليو 1 دبليو 2 دبليو 3، انا بجيب هنا الفا واي، فالاي هنا اي ايه؟ اي اكس. تمام كده؟ تمام. طب ما انا هقول اي في اي اكس للحيطه الاولى زائد اي في الاي اكس للحيطه الثانيه زائد اي في الاي اكس للحيطه الثالثه. طب ما انا اخد الاي عامل مشترك بما انها ثابته، يبقى عباره عن الاي مضروب في الاي اكس للحيطه الاولى زائد اي اكس في الحيطه الثانيه زائد اي اكس للحيطه الثالثه، عشان احنا عندنا كام حيطه؟ عندنا ثلاث حوائط زي ما انتم شايفين، دبليو 1 ودبليو 2 ودبليو 3. تمام كده؟ طب الاي كانت قيمتها بكام؟ الاي كانت قيمتها ب 2.2 في 10 اس 7 مضروبه في بقى، افتح قوس مضروبه في الاي اكس للحيطه الاولى اللي هي الحيطه دي زائد اي اكس للحيطه الثانيه زائد اي اكس للحيطه الثالثه. بس ايه كمان؟ طب ما الحيطه ديت اي اكس لجميع الحائط كلها، الحيطه دي زائد الحيطه دي زائد الحيطه دي زائد الحيطه دي زائد الحيطه دي. طب ما هدي حيطه واحد ودي الحيطه واحد، فانت هتجيب اي اكس للحيطه دي وتضربها في 2 زائد الاي اكس للحيطه الثانيه زائد الاي اكس للحيطه الثالثه، بس انت عندك حيطتين 3، يبقى اي اكس بتاعت الحيطه الثالثه مضروبه في كام؟ في 2. تمام كده؟ يبقى 0.56 في 2 زائد 2.7 في 10 اس سالب 3 عشان هي حيطه واحده بس، حيطه دبليو 2 زائد 6.75 في 10 اس سالب 3 بس في حيطتين دبليو 3 في 2. طلعت لك القيمه ديت ب 6/10. طب ما 6/10 اقل من او تساوي 6/10، يبقى البتاع ده بريزد في اتجاه الايه؟ في اتجاه الواي دايركشن، اتجاه الواي عشان بجيب الالفا واي. طب لو عايز اجيب الالفا اكس، يبقى ادي الالفا اكس قانونها اتش نوت في الجذر التربيعي للان على سميشن الاي في الاي واي، اي واي عشان بجيب الفا اكس، بدرس دلوقتي في اتجاه الاكس دايركشن. طب القانون 22 ارتفاع الدور من الاساسات مضروب في الان، طب ما هي الان 18760 على الاي ثابته 2.2 في 10 اس 7 مضروب في الاي واي للحيطه الاولى زائد اي واي للحيطه الثانيه زائد الاي واي للحيطه الثالثه، بس باختلاف هتضرب كام حيطه او كام عدد الحوائط؟ كام حيطه؟ حيطه واحد هم حيطتين، يبقى في 10 سالب 3 الاي اكس الاي واي مضروب في حيطتين زائد الاي واي للحيطه الثانيه هي حيطه واحد بس زائد الحيطه الثالثه 0.675. طب كام حيطه؟ دبليو 3 هم حيطتين. اعمل كام ده كله هتطلع لك ان الالفا اكس بتساوي 0.52 اقل من 6/10، يبقى المبنى في الاتجاه دوت بريز مقيد في اتجاه الاكس دايركشن. تمام كده يا باشمهندسين؟ تمام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.